أمي مريضة في عينها، فنصحها أحد الأطباء أن تشرب نباتاً مخلوطاً بالكحول، وقال إن لم تشرب ذلك فسيجرى لها عملية جراحية. سؤاله: هل يجوز لها أن تشرب هذا الأمر وهو مخلوط بكحول؟ الكحول سحر، ولا يجوز التداوي بالسحر، وهناك أدوية ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهل. تراجع أهل المعرفة والبصيرة مع الدعاء ويشفيها الله سبحانه وتعالى. نعم.